بيكم في حلقة جديدة من برنامج البستان الصغير. هنتكلم النهاردة على نبتة جديدة وهي نبتة الهايبسكس. يلا بينا نشوف ايه هي نبتة الهايبسكس. نبتة الهايبسكس. نبتة الهايبسكس موطنها الأصلي هو شرق آسيا مثل الصين واليابان وكذلك شرق إفريقيا، ويوجد منها حوالي 250 نوع، وتمتاز بسرعة نموها. طبعا احنا النهارده هنتكلم عن الهيبسكس وزهرة الهيبسكس، من افضل زهور الهيبسكس لونها الاحمر. طبعا هو في منها الوان كتير قوي، في هيبسكس ابيض، في هيبسكس احمر، في هيبسكس اصفر، تمام، في هيبسكس كيني نوع تاني من انواع الهيبسكس، تمام. طبعا احنا هنا عندنا الهيبسكس الاحمر بنحب نزرعه ماشي، مع ان هو زرعه يعني بتحتاج رعايه وملاحظة شديدة، لأن بيجي لها مرض اسمه البق الدقيقي، لازم يكون في رعاية لها، ولازم إن احنا نكون عنا على الزرعة دي نراعيها أول بأول، تمام. بالنسبة للهيبسكس دوت طبعا بنبدأ زراعته إزاي؟ بنجيب، ممكن يتزرع عن طريق العقلة، والعقلة طبعا بتبدأ من شهر 9 لغاية شهر 2، تمام. بنجيب العقلة، تمام، نقصها من الشجرة ونحطها في منشط جذري هرمونات يعني، تمام. ممكن نخمرها لمدة يوم في المنشط دوت، وتاني يوم بنيجي نزرعها، تمام، ونحطها في الصوبة لغاية لما تبدأ تخرج، وطبعا بنراعيها رعاية الري والدوام الري يعني، ما نسيبهاش تنشف. ولما تبدأ تخرج بقى من البراعم بتاعتها، تبدأ تخرج ونتأكد انها خرجت خلاص، نبدأ ندورها في أسرية أكبر، تمام. وممكن تتزرع برضو في الأسرة الصغيرة، تتاخد تتزرع على طول في الأرض، تمام. والهيبسكس ده يعني نوع بصراحة قيم، نوع جميل، ممكن الشجرة تدورها أشكال زي ما أنت عايزها، ممكن تزرعها كسياج كده بمستوى معين بحيث أن يكون طوله مثلا تراوح من 30 ل 60 سنتي، بيكون شكل معين تعمل بيه زي سور كده، في زهرة حمراء قيمة، وممكن تسيبه برضو مستوى أعلى شوية، وممكن تزرع شجرة لوحدها كده وتتعمل زي نموذج، تمام. في مميزات كتيرة جوي جدا يعني في الهيبسكس، ومن الزراعات بصراحة أنا بحبها جدا يعني الهيبسكس. الهيبسكس عامة يعني زرعة ممكن تزرع في أي وقت في فصول السنة، تمام. والعقلة بتاعتها بتتاخد زي ما قلنا من شهر 9 لغاية شهر 12، يعني بس الملاحظه الشديده ان احنا نحب نخلي بالنا ان المرض الهيبسكس هو الوحيد، اكتر مرض منتشر فيها هو البق والمن، دول بيجوا للعود ده يعني بطريقه شبه مستمره، فلازم ان احنا نراعي العود ده يعني. طبعا احنا النهارده هنتكلم عن الهيبسكس، وان احنا نحاول نعلم الاطفال ازاي يبداوا يجيبوا عقله الهيبسكس ويزرعوها ويرعوها لغايه لما تكبر يعني، وده شيء يسعدنا طبعا ان احنا نعلم الاطفال زراعه الهيبسكس. We'll be right back.
طبعا نتمنى نكون افدناكم بهذه الحلقه يعني، ونتمنى ان انتم تستفيدوا مننا ودايما نستفيد منكم برضو، لان الاطفال لما يكونوا صغيرين كده وبيحبوا الزراعه ده شيء جميل بصراحه. اتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ان شاء الله. مبادئ الزراعة والأول خطوات الزراعة للأطفال علشان يقدروا يحبوا الزراعة، الحاجة الزرع اللي هو بيزرعوه. الأدوات النهاردة يجيبوا القصيص، يجيبوا التربة المناسبة، يجيبوا النبات المناسب. طبعا الطفل عنده مهارة يقدر يستفيد بيها في المزروعات، سواء في بيته أو في مدرسته أو في ناديه، حاجة بيعملها بإيديه يقدر يحافظ عليها ويحبها. وطبعا هو الطفل بيلاقي المتعة كلها إن هو بيزرع الحاجة دي بإيديه وبيرويها بإيديه وبيشوف الزرعة أو النبتة دي بتكبر قدام عينيه، يحس بتفضل جزء منه بحافظ عليها. فطبعا هيجيب الطمي المناسب، النبتة المناسبة، كان نبات عطري أو نبات اللي هو الزهور. وبيبدأ طبعا يعلم الطفل ازاي يحط النبات في القصيص. طبعا اولا بيجيب القصيص دلوقتي اللي هو القصرية، يملاها بالطمي، وبعد ما يملاها بالطمي ان كان النبات بذرة او كان النبات عقلة او النبات بيجي جاهز من مشتل، بيحطه في القصرية عنده وبيبدأ يتعامل معاه طبعا بري مناسب في درجة حرارة مناسبة. طبعا في نباتات بتحب الشمس، ما تنفعش اللي هي تتربى في الظل، في نباتات شغلها كله ظل. فطبعا النبات اللي هو اللي بيحب الظل ده نبات بيحتاج كمية مياه مناسبة، سواء في درجة الحرارة المرتفعة ما ينفعش ان انا اديه ارويه، لازم يكون في درجة حرارة معتدلة، جو معتدل. يبدأ الطفل يتعلم ويعرف ازاي مواعيد الري. تاني حاجة مواعيد التسميد، حق الطفل اعرفه ايه هو التسميد. التسميد في تسميد اللي هو العضوي والتسميد اللي هو الكيماوي. الكيماويات دي طبعا في حاجات غير مضرة للأطفال بيستخدمها مع المية للنبات. طبعا الطفل لما بيزرع الزرعة بإيديه بيحافظ عليها، بيحبها، حتى ما يحبش حد يجي يمتها، يقطف منها ورده او يقطع منها ورقه. فزي ما بعلم الطفل اللي هو يزرع ويحافظ على الزرعه بتاعته، طبيعي هيحافظ عليها في مدرسته، هيحافظ عليها في قلب النادي بتاعه الخاص بيه. بالنسبه للادوات اللي احنا بنستخدمها في الزراعه، طبعا قصيص، التربه، الطمي، أو في منه نبات الظل بيحتاج للبيت، البطمس يعني. وبعدين في الأدوات شقرف. الشقرف ده طبعا بيستخدمه في حفر، لو بيزرع في الأرض على طول بيحفر بيه اللي كان للزراعة. تانية حاجة مقص عقلة ده بيعمل بيه العقلة، أو بإزالة الأفرع اللي هي اللي طالعة في النبات جافة، بيستخدم مقص العلا فيه. عندنا مقص الأسوار دوت بيستخدم في قص الأسوار وفي تقليم الأشجار، وعمل بها مناظر طبعا جميلة جدا. تاني حاجة بقى المزروعات، طبعا عندنا مزروعات شتوية، عندنا مزروعات صيفية.
عندنا حاجات مستديمه على طول، بس اغلبيه الزهور طبعا تبقى في الشتاء، لان الشتاء دوت بيبقى موسم الربيع، فتبقى الزهور فيه كتير جدا. على سبيل المثال مثلا في الشتاء احنا بنزرع حاجه اسمها بنفسيه، بيدينا الوان جميله جدا. بنزرع حاجه اسمها مندليه، زهرتها جميله برضك. في الحاجات المستديمه مثلا في عندنا ريحان، دي شغال شتاء وصيف على طول. في بهنميات مكزمه بتدينا زهره كويسه. في الورد، اللي هو الورد بانواعه، كان ورد احمر، ورد اصفر، ورد ابيض، فبيدينا زهره جميله جدا. في ورد اسمه ورد ناري بنزرعه، طبعا ده في احواض، ما ينفعش ان انا ازرعه في للطفل يزرعه في قصريه. ليه؟ علشان بيبقى فيه شوك. الورد عامه بانواعه بيبقى فيه شوكه بتحمي نفسها، يعني الشوكه ديت بتحمي نفسها عشان الاطفال ما يقطفهاش، فديت للاطفال اللي هي مميزه في السن كبيره شويه. بالنسبه للحاجات اللي هي الصيفيه، في عندنا الونكه طبعا بلدي، في ونكه مكزمه دي بتدي زهور كويسه، في حاجه اسمها جازانيا تدينا زهره جميله جدا. بالنسبه للاسمده طبعا عندنا السماد العضوي دلوقتي بنستخدمه، ده بقى في حاجه اسمها كومبوست. الكومبوست دوت طبعا طرق سماد عضوي بنستخدمه لتغذيه النباتات. وفي السماد الكيماوي طبعا اللي هو يسمى الكوليسترول. الكوليسترول ده بناخده بنحطه للنبات برضك اللي هو في المنازل، علشان طبعا ما يعملش ما يعطيش ريحه غير مرغوب فيها. انما الاسمده العضويه ديت بتستخدم في المساحات الشاسعه اللي هي الجناين، في الاحواض اللي هي الكبيره. السماد العضوي اللي هو الكيماوي بيستخدم في المزروعات اللي هي في المنازل. في حاجه اسمها كوليسترول نحطه احنا ميه ونروي بيه المزروعات. في عندنا حديد مخلبي، الحديد المخلبي دوت بيفيد الزرع برضك وبيديله نمو خضري كويس. وطبعا الطفل طبعا بيتعامل مع الحاجات ديت لما احنا بنوريه يعمل ازاي، بيقدر يعني يستجيب معانا ويحافظ على الحاجه الزرع اللي هو بيزرعه. طبعا دي خطوات احنا اتكلمنا فيها في المبادئ الزراعه الاول للاطفال اللي هم يقدروا يمارسوا الحاجه ديت. فنتمنى كل الاطفال طبعا استفادت من الحلقه، وكل واحد يزرع زرعه جميله كده في بيته ويحافظ عليها ويراعيها. كل وياسمين الله عليك يا تمر حنه.